هنتكلم عن موضوع يبدو ان هو من اهم المشاعر النفسيه والحالات النفسيه عند الانسان بشكل عام. هنتكلم عن راحه البال او السلام النفسي او زي ما بنقول الرضا النفسي. فيه طرق عديده ومختلفه علشان نقدر او الانسان انه يقدر يوصل للمرحله دي بطرق مختلفه. اولها الوسيله او انها الوسيله للتخلص من ضغوطات الحياه او الحزن او الشعور بالذنب. هناك مقولات كتيرة ونصائح كتيرة علشان الواحد أو الشخص يوصل للسلام النفسي. ممكن نستعرض معكم بعض الأساليب أو بعض الطرق عشان نوصل للسلام النفسي. يمكن أول حاجة يا همام، الموضوع ده مهم جدا، مهم جدا للأفراد ومهم جدا للمجتمعات، لأنه الفرد لما بيوصل لموضوع السلام النفسي وبيبقى مستقر نفسيا بيبقى مبدع أكتر، بيبقى مركز مع نفسه، وفعلا ده بيوصله للإبداع، وبالتالي المجتمع كله يعني الصحة النفسية بتاعت المجتمعات بتتحسن. أنا بقول أفضل طريقة يمكن أو أنا الأسلوب اللي أنا بتبعه مع نفسي، أحلى نعمة ربنا نعمها علينا هو أنه البني آدم يبقى مشغول، الواحد فينا مشغول، مشغول بنفسه، مشغول بذاته، بشغله، إزاي يطور من نفسه، يطور من شغله، وبالتالي هو ملوش دعوة بالحاجات اللي بتحصل حواليه، ده بيوصله للاستقرار النفسي ونوع من السلام النفسي. يمكن يا لاس كمان اللي بيوصل للاستقرار النفسي والسلام النفسي هو التوقف عن جلد الذات. يعني يمكن إحنا دايما لما بنغلط أو بنعمل حاجة ضميرنا بيفضل يأنبنا، وإحنا ليه عملنا كده، فالموضوع حتى لو هو صغير أو خد فترة صغيرة من حياتنا بنفضل نجلد ذاتنا فترة بعديها. لكن كبيرة. يا نهى، موضوع جلد الذات أظن هو مهم، يعني مش طول الوقت جلد الذات حاجة مضرة. يعني جلد الذات، تقويم الذات، تقويم الذات مش يعني جلد الذات مهم، أو الضمير أو الضمير، أو الواحد يرجع لضميره مهم، لكن يعني بالضبط ما يبقاش بشكل مرضي بالضبط. هو لما بيزيد ده اللي بيأثر على النفسية أو على حتى بيكبر الموضوع وبيخليك مش عارف خلاص، يعني أنت عملت حاجة لا عارف أنك تنساها ولا عارف تستمتع بيها. عشان كده يعني تقويم الذات هو اللي مهم جدا، بيخليك تحاسبي نفسك، توصلي للطريقة الصح. طب يعني الموضوع ده ما يتكررش تاني، احنا بنشوف غلطة أو متعرض لموقف معين، متعرض فيه لحزن كبير مثلا في حياتنا بيأثر بطريقة أو ما على حياتنا، نحاول أن نقوم ذاتنا، نفهم تماما، عشان لما يتكرر معانا ما نرجعش نحزن تاني او نتصرف بنفس الطريقه اللي اثرت يعني على حياتنا في صحيح. للاس كمان انا شايفه انه اللي بيؤدي ان احنا نحس فعلا بالسلام الداخلي جوانا ان احنا نؤمن ونصدق فعلا ان الحياه كلها مش لحظات سعاده. يعني في لحظات هتمر بيها فيها الام نفسيه كبيره جدا، وفي لحظات هتحس فيها بالفرح. هي الفكره انه لما تتعرض لحاجه تاثر على نفسيتك بشكل سلبي انه تبدا تتقبلها، مش بس ازاي تبقى شايف ازاي هقدر اتعامل معاها، لا هي فكره كمان ان انا اتقبل الالم النفسي ده واتعامل معاه. وخاصه كمان احنا في عصر السوشيال ميديا بقى مؤثر جدا. صحيح. شايفين ناس بتقعد تتفرج على بعض وتشوف ده حياته سعيده، انا ليه مش سعيد زيه، ده بيعمل كذا وبيسافر وبيروح وبيجي وانا ليه مش زيه، مع ان السوشيال ميديا مش عالم واقعي فعلا في الحقيقه. هو بيظهر لك ساعه او ساعتين من حياته بس، فانت لازم تبقى شايف الجانب التاني. الجانب التاني هو اكيد مش بيظهرولك في السوشيال ميديا، عشان كده انت لازم تبقى مؤمن بانه في لحظات حلوه، في لحظات وحشه هتمر بيها، وتبقى متقبل اللحظات الوحشه اللي هو كان في دايما قريب. يعني مقوله ظهرت كده بيقول لك هو انا مش هتشوفني وانا بعيط مثلا على السوشيال ميديا، واكيد هتنزل صورتي وانا بضحك او انا بحتفل او انا في حفله، لكن مش هتشوف الجانب التاني. يمكن عشان كده السوشيال ميديا او الحاجات اللي بتحصل والصور والماركات واللبس وكل حاجه بتبين للناس ان هو ده في حياه تانية. بيأثر فعلا بشكل. يمكن حاجه تانية برضو يا همام معرفش بتعملها ولا لا، التسامح. لازم نبقى متسامحين حتى لما بني آدم بيغلط معنا أو أي شخص بيغلط معنا أو نتعرض للموقف، حتى لو إحنا زعلنا أو تأذينا نحاول نسامح عشان نفسنا مش علشان الآخرين. صحيح. موضوع الارتباط بالآية كانت بتتكلم عنه، إنه إحنا لازم نتقبل إن اللي كنت عايز يعني أأكد عليه وشدد عليه، لازم ندرك إن الإنسان جبل على النقص. موضوع الكمال هو صفة لله عز وجل لوحده. صح. وبالتالي احنا لازم ندرك ونستوعب ان كل افعالنا كل سلوكنا لازم تكون او هتكون منقوصة، وبالتالي لما انا ادرك ده واستوعب ده مش هقيم نفسي على الشكل الكامل او الشكل المثالي، وبالتالي هيبقى عندي رضا نفسي طالما انا اديت السلوك بتاعي او المهارة بتاعتي او الممارسة بتاعتي بشكل يرضيني انا، او على الاقل باقصى مجهود عندي. هي دايما يا همام المقارنة قاتلة.
يعني دايما الانسان اللي بيحط نفسه في مقارنه، يعني انا مش قصدي انه احنا نقارن بيننا وبين بعض، انا قصدي نقارن إنسان كامل، نقارن المجهود بتاعنا مع الكمال مع المثالي. صحيح. مهم ان احنا نسعى ونوصل او نوصل للمثاليه، لكن عمر الانسان او سلوك الانسان او مهارته او قدراته او مجهوده يكون كامل بشكل متكامل. يعني والكمال في النهايه هو صفه لله عز وجل. علشان كده امتى بنوصل للرضا ده؟ لما بتكون علاقتنا بربنا قريبه. صحيح. يعني برضو الموضوع الروحانيات والتقرب من الله والعباده ده برضو بيخلي عندنا نوع من الرضا او السلام النفسي. دايما بيرجعوا ان 95% من الالم النفسي اللي انت ممكن تحسه وياثر على سلامك الداخلي بيرجع بنسبه 95% لخوف من المستقبل وندم على الماضي. يعني دايما بيقول لك خاف من المستقبل، الخوف من المستقبل، لا انت لازم تخطط للمستقبل بس بدون مشاعر تبقى جواك للخوف، لا انت تخطط ليه تخطيط سليم. كمان نتعلم من تجاربنا اللي فاتت، ما نخليهاش تأثر. صحيح. على اللي جاي، نركز أكتر على الحاضر. كمان معظم العلماء والباحثين قالوا بالمناسبة أنه فكرة أنك تقدر تعيد السلام النفسي داخلك أنك ترجع مرة تانية للطبيعة. يعني دلوقتي معظم العلماء النفسيين اللي بيتكلموا على أنه الأدوية اللي بتعالج القلق والتوتر بدأوا يقللوا الفكرة دي وينصحوا المرضى باللجوء للطبيعة مرة تانية، ان احنا نشوف ارض، نشوف بحر، حتى الناس اللي بتروح سلام نفسي بطريقة مرعبة، وده اتكلمنا عليه بالحلقات اللي فاتت. قلنا السفر فعلا بيخلي الواحد مرتاح نفسيا لما بيشوف خضرة، بيشوف بحر، بيشوف لون ازرق. ده هي مش بس السفر، الرياضة، اليوجا على البحر بقى، اليوجا في بعض الممارسات او الأنشطة التأملية بشكل عام هي بتؤدي وبتساهم في زيادة السلام النفسي عند الإنسان. الرياضة في حد ذاتها، الرياضة البسيطة حتى، مش بضرورة نروح جيم أو مركز رياضي أو ما إلى ذلك، المشي، الركض، الرياضة البسيطة، حتى الرياضة في البيت ممكن توصل أو توصل الشخص للسلام النفسي. وزي ما قلت يا نهى برضو، التأمل والاسترخاء دي طرق ضرورية ومشهورين بيها الشعوب الشرق أسيوية تحديدا الصين. صحيح. الشعوب دي مشهورة بالتأمل ومشهورة وفيتنام. مش معنى فيتنام مشهورة جدا باليوجا. على كل حال خلينا نسأل مشاهدينا ازاي بتقدروا توصلوا للسلام النفسي. هنستنى اجاباتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولربما في نهايه الحلقه نعرض بعض الاراء وبعض وجهات النظر فيما يتعلق بكيفيه الوصول الى السلام النفسي.